أيضا إلى أنه حيتم خلال هذه الزيارة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا التوقيع على حوالي 17 اتفاقية غدا بقصر الإليزي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونذكر أيضا بال 21% زيادة في الصادرات المصرية اللي بالتأكيد بيعتبر علامة إيجابية وعول عليها في الدفع قدما بالعلاقات بين مصر وفرنسا في الصعيد التجاري والاقتصادي، بالإضافة أيضا إلى التقييم الفرنسي لمضي مصر قدما وما حققته حتى الآن في مجال الإصلاحات الاقتصادية والبناء والتنمية. وبينضم إلي الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير. يعني حديثا عن الاقتصاد، العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، يعني ما الجديد الذي يمكن أن تحمله في ظل الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس؟ الحقيقة الجديد مش العلاقات المصرية ولا التعاون. التعاون المصري الفرنسي قديم جدا وكلنا عارفين العلاقات التاريخية ما بين مصر وفرنسا، ويمكن دي ثالث زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو لقاء مع الرئيس الجديد المنتخب إيمانويل ماكرون. علاقات تقليدية جدا، ويمكن أهم ما يميز علاقات فرنسا بمصر التكنيكال أسيستنس أو الدعم الفني والتعاون الفني والعلمي اللي موجود ما بين مصر وفرنسا من فترة، وكلنا يمكن عارفين مشاركة فرنسا في مشروعات قومية زي المترو الأنفاق على سبيل المثال من سنوات، ودعم البحث العلمي والبعثات اللي بتستقبلها فرنسا من الطلبة المصريين، والتعاون مع الجامعات وبرامج الدلف، كلها برامج تعاون قديمة وراسخة موجودة جدا، بالإضافة للعلاقات التاريخية. ويمكن عارفين السياسة العربية للرئيس السابق شارل دوغول اللي هي لابوليتيك فرانسيز للدول العربية، بسياسة معروفة وراسخة، وبالتالي علاقتنا مع ليست علاقات تقليدية. لكن ما يتغير الآن هي الظروف المحيطة بنا. مصر خارجة من ظروف صعبة بتحاول انها تنهض تاني، بتحقق نسب نمو اقتصادي بشكل كبير، ما كانش حد يتوقع ان احنا نوصل الى هذه النسب 4% ونتكلم على 5% بعد سقطنا ل 1% بعد الثورة. احنا كنا قبل الثورة بنحقق 7.3%، سقطنا بشكل كبير. النهارده بنعود تاني، محتاجين لدعم فني، محتاجين لتعاون. الصادرات المصرية لفرنسا شيء مهم جدا، العلاقات السياحية مع فرنسا شيء مهم جدا، والساحة الجيوبوليتيكية حوالينا طبعا كلنا فاهمين وكلنا عارفين ما يحدث في ليبيا، اهتمام فرنسا بالشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية شريك أساسي الحقيقة هي من فترة، حتى لو كان الدور الأمريكي هو القوي، لكن فرنسا ليها ثقل كبير في الاتحاد الاوروبي، فتره الاتحاد الاوروبي طبعا مع المانيا، وبالتالي الظروف السياسيه اللي حوالينا هي الحقيقه الظروف الاقتصاديه هي اللي اتغيرت النهارده، او هي اللي اتغيرت النهارده، وهي اللي هتدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي انهم يوثقوا اكبر وبشكل اعمق سياسيا كمان مش بس اقتصاديا. والحقيقه هي دي الدلاله المهمه في التوقيت اللي كنا بنتكلم عنها، اللي ليها ابعاد مختلفه سياسيه واقتصاديه وايضا امنيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي بجامعه عين شمس.